شيء مؤسف شو يصرى في الكره الجزائريه. انا نقول باللي سي دوماج لحقنا لهاد الحاجه المؤسفه لهاد الصوره هذه، باسكو هذه صوره تمثل الجزائر. نعم، تكون الناس جيران ومنه ومنا ما يضحكوا علينا. نقول باللي حاجه مؤسفه، مام اللي جاني اللي راهم طالعين اللي راهم جايين راهم يكبروا كذا، ماشي مليح على هاد الصوره هذه. باسكو واش صرا جورني تاع البارح حاجه قراف. نعم، قول باللي توصل وين ديجا حاجه الاولى ما كان حتى لقاء متلفز. نعم، هذه نقطه استفهام تريح، باسكو معدا الناس مزيادو كرانا في عصر وين كاين انترنت، كاين الناس تروح تصور، الناس تفيلمي كذا. نقول باللي وصرى البارح والله شيء مؤسف، باسكو نتلاقاو مع الناس برا، الناس قاعد تهضر يقول لك وش صاري هدايا. نقول مي حنا ما عندناش بوفوار باش نحبسوا هاد المهزله هذه. نقول باللي لازم سوا السلطات المعنيه اللي عندهم كيفاش يقولوا اللي عندهم اللي يقدروا يضربوا يد، اللي عندهم يد يضربوا يد من حديد. نقول هادو هما اللي لازم يدخلوا، باسكو الصوره تاع الجزائر راهي في اللعب. نعم، سامر زاوي في السنوات الماضيه يعني كنا نسمعوا يعني بوجود تلاعبات، بوجود شراء ديما نتاع الحكام، لكن في بعض الحالات في بعض الاحيان، لكن نهايه هذا الموسم من جولات ال 25 وما بعدها سمير كثرت المهازل واصبح لا يخفى على احد وجود هذه التلاعبات. شوف انا نؤمن بحاجه في الجزائر، كل ما تهضر يقول لك يا خويا ما كاينش دليل. ما كاينش دليل، نعم. طفل غير في اللي يهضر دير يدوك لا كوميسيون ديسيبلين يضربوك بشهر. انا نقول لك حاجه برك، الشامبيون تاع اسنا نهضروا غير على المهازل، ما كاين مهزله كبيره، هي صرات هي بار كونسيدونس. البيض راهي انشينات دور تروا فيكتوار، هي تلعب على البوديوم. الناس اللي حيل تفهموا واش يهضروا عليها، عندهم 40 نقطه. نو نهض لو كان تكون كاين ليتيك سبورتيف وتمشي الشامبيون ولي زيكيب يلعبوا فوتبول، قادر البيض تلعب دوزيام. انا نقول ماشي سامي كونتر سياسي، انا قصدي نهضروا فوتبول، فوتبول كي يمشي كوريكت. الناس سي زاد وقال لك لم يهضروا قاع شكون اللي يطيح الدوزيام، نساو باللي كاينين شونس يعني كبير. هذا هو الحدث سامي. نو مش الحدث، الحدث الثاني البيض قادر تلعب الشامبيونز ليغ لو كان سامي. نعطيك باغ اكزومبل قبل كنا نهضروا في الكوليس، لوسما مش عارف باسكو سي نورمال يقدروا يموتيفيهم البيض ولا يقدروا يروحوا ديبلاسيو السياسي يحبسوهم باغ اكزومبل. نعم، هاي البيض ديزيام بلاس. انا مش نهضر سيني كونتر السياسي، نو السياسي كرون كلوب وعنده شعبيه كبيره، مي كاين حدث كبير انا نسينو هذا. البيض قادر تلعب هو مولودية البيض. معليش مدام سامير طرقت الى موضوع مولودية البيض، علي بن شيخ اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم نشر يعني بيان عبر الموقع تاعو، اكد فيه انه اخر اجل لارسال قوائم الانديه المشاركه قاريا العام الجاي ان شاء الله في كاس الكاف وكذلك رابطه ابطال افريقيا راح تكون يوم 15 جويليه. يعني يوم 15 اخر اجل بعد اجراء الجوله 30 والاخيره، وبالتالي كل شيء يبقى ممكن. شباب قسنطينه محسمش يعني محسمش المرتبه الثانيه، يعني في الاول كانت يوم 10 جويلية، الى 10 جويلية شباب قسنطينه حسم المرتبه الثانيه، لكن ما دام راحت ل 15 جويلية مولوديه البيض 46 نقطه وشباب قسنطينه 47 نقطه. هما تلمو يشوفوا البعيد، هما يخموا البعيد، عندهم العلم الغيب، استغفر الله يا ربي، يا ربي سبحانه اللي عنده. على بالهم بلي مع لوسما يربحوا في قسنطينه، دونك من الاول يقولوا لاكاف السياسي اللي تلعب لاكوب لاكاف لا تشامبيونز ليغ. دونك عندهم انا هاد لا فيديراسيون تلمو تكلمت عليها نونكوراجيها تزيد تقعد او موا، باسكو يدير خدمه كبيره في كره القدم، نونكوراجيها تزيد تقعد لنا او موا 2030 ولا باش الكره تزيد تتطور مليح مليح. ولهذا من نهار الاخر لليومين مازال ما شفت فيدراليه في المستوى كيما هذه. نعم، امين اقصاص بيان الاتحاديه اليوم ربما سيخلط كل الحسابات في نهايه هذا الموسم. الجوله الاخير مولوديه البيض ستواجه في الجوله 30 يوم السبت المقبل مولوديه الجزائر بالدار البيضاء، اما شباب قسنطينه فيستقبل
اتحاد الجزائر بملعبه بن عبد الملك في قسنطينة، والمرتبة الثانية المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا في المزاد. أنا نقول بلي المرتبة الثانية محسومة، باسكو ديجا تكلمنا بالحد اللي فاتت، قلت بلي ما كاش كان زعما اون ايكيب زعما اللي تروح زعما تحبس تحبس فريق اللي يلعب في بلادو تقدر تهبطو في الجزائر. تقدرش تكزيستيش هذه في الجزائر. وديت لهم اكزومبل لعبوا دورتموند دارني جورني راطوا الشامبيونا في بلادهم، هذه في الجزائر ما تصراش. يجي واحد زعما ما عنده حتى اوبجيكتيف ماينز يجي زعما يقول لك نحبسك في بلادك، هذه ما تصراش في الجزائر. حنا صرتنا 2013 14 نهد بالك كي نقولها يقدروا يهضروها. النهد جاوا عندنا في الشلف كملوا معنا 0-0، جابوا لي فيدر معاهم او ديبي في الدخل، عم بالهم دخلوا نورمال كملوا الماتش ما قدرناش نربحوهم بالون، شدونا وثم دخلونا في الحسابات وطحنا. جو بونس كو كي يكون عندك مانيش عارف عندك مسؤولين رياضيين ويخموا في الكوتي سبورتيف ما يكونش كاين لي زانسيدون هادو، بصح كي يكون عندك مسؤولين فاسدين يحسب لك هذه البيع تاع لي ماتش. كوبي لك بعد كي هضرت له قلت له قلت له مثل بالمانيا ما تروحش لالمانيا وتقول هنايا ثم 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 انا هنا هنا البروبليم سي كوا من لا جورني من 20 ولا 22 جورني صاي بداو محابات بداو انا ما عنديش اوبجيكتيف مانتيا نجيك نسلم عليك نجيب لك دري صغار نعطيك الماتش بدا هكذا سي دي خلاص ما ولاتش شامبيونا ولات انا نقول هكذا ما سي با واد كنيس واد كنيس وما فيها في ماتش شغل تاع محبات محبات ما كانش بيع وشرا كان انا نجيب لك الدراري صغار تلعب معاهم انت وخليها لك نشد لك العام الجاي. يعني اصبحت كل الفرق في قفص الاتحاد. لا ما ماشي بيان سور انت تشوف تبهدله وشو صاري تبهدله وسيرتو في لا جورني اللي فاتت على بالنا كاع واش حيصرى. نعم على بالنا على بالنا باللي باللي جي اس كاي يربحوا على بالنا باللي بارادو تربح على بالنا باللي شلغوم العيد تخسر على بالنا على بالنا كاع باللي كنت تلعب لي سكون جات حلال هذيك كسمها باي سبورت على بالنا باللي البيض على بالنا باللي البيض راح تربح كون على بالنا بها وكلش واضح وما من الناس ما من الشعب الجزائري على باله دونك سي نورمال غدوه انت تتحدث على فريق يقول لك علاش انا تجبدني علاش غير انا علاش غير انا علاش وحنا رانا نهضروا اون جينيرال ما جبدناش انا دي زيكزوم برك نهضروا اون جينيرال وتسقسي نامبورت سي بورتور ان سيتوان الجيريا تقول له كيفاش يصاري الشامبيونات دوكا يقول لك تبهدله بصح غدوه ان شاء الله ان ديريجون يكون في كلوب وتتكلم على الفريق ديالو يزعف بطبيعه الحال ما يحبوش باسكو الحقيقه هذا هو المشكل اللي راهو شاري او صاري في الشامبيونات تاع الجزائر. وهذه كي تقول تبهدله ما كاينش مسؤولين من الناس ما يشوف مسؤولين هذا هو المشكل هذا إيه؟ هو المشكل انا اشوفها وثاني ثاني بزاف بزاف تاع اسمه على التحكيم راهي صاريه كارثه كارثه. شوف كاين زوج حاجات سواء الحكام هادو ما يعرفوش يربيتريو باسكو باسكو انت ما على باليش انا دوك اور جو الجوار ما بايش نص متر بعيد على الجوار وطلع انت طلع العلم تاعك معناتها انت ولا غلط في هذه معناتها انت ما تعرفش معناتها ما تعرفش دوك ولا ما تعرفش باسكو ما صارش غير في هاد لا جورني راهي واحد لوي جورني ولا نف جورني والله سيدي والله سيدي بون زاربيتر نقول لك حاجه سي لي مير اون افريك توانا ما شكيتش والله سي لي مير اي واش معناتها هيما انا كي نقول لك لي زاربيتر توانا وكيفاش انت انت كيفاش تقول لي ما نقول لك حاجه معمدين كاين يغلط باغ اكزومبل نعطيك انا صار دي ان كاف تيرت مع لا سونسيتي با لو نوت تاع الاربيتر سيني طاهم بيناتي ما كانش كاع ما هضرتش باسكو على بالي باللي غلط مش بالعاني فهمت مي نقول لك حاجه والله كاين ديزاربيت وكاين ديزاربيت نو كيحب ديفي ديفي ذراع نقول لك والله اون دي بون زاربيتر مي قلت لك تيليكيدي بصح كثرت بصح بزاف الانتقابات لا سونكسيون ما كانش بصح بصح المشكل تعمل المشكل انا هضرت صافي واحد ولا تشفى او علي كان معنا في ليميسيون تكلمنا على نهار شبيبه القبائل كات ماتش كونسيكوتيف هما ينحوا لهم دي بيناتي دي بيت مع شغل الفلاكروند باينه تكلمنا باش رضوان قال لي قال لي حمودي كذا قلت علاش حمودي كان يربيتري في البوندس ليغا كان يربيتري في الشامبيون تاع الجزائر نعرفوا انا حمودي كان يربيتريني وحمودي اليوم انا وكان جيت منه مستقيل علاش؟ بيان سور باسكو راهي صاريه كارثه في الشامبيون تاع الجزائر لي زاربيت راهي صاريه كارثه هو سوا يستقيل سوا ينحيوه باسكو كان يكمل حمودي انا على بالي كان يكمل حمودي كارثه تزيد تصرى العام الجاي تريح بهذا في هذا الموفمون هذايا باسكو بزاف 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 شغل على كروند دوكا فلا كروند ديري دوكا خلاص ما تقدرش دوكا
شغل تبهدله ولينا بالك ما باليش تولي ما نقولكش لي زاربيت ما كانوش يغلطوا ولا كذا مي هاد الخطره هذه خلاص تبهدله كبيره اخويا لانه مؤخرا والمسؤول الاول شكون المسؤول الاول؟ المسؤول الاول سي حيمودي على لي زاربيت